تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، نبدأ الآن بحل نموذج من اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات. نبدأ على بركة الله. النشاط الأول يقول: أكتب الأعداد الممثلة بالأعمدة والوحدات في كل حالة. الجدول الأول: نحسب عدد الوحدات 1 2 3 4، 4 وحدات، نكتب 4. نحسب أعمدة العشرات 1 2 3، 3 عشرات، إذن تصبح عندنا 34. الجدول الثاني: نحسب الوحدات 1 2 3 4 5 6، هناك 6 وحدات. نحسب أعمدة العشرات 1 2 3 4 5، 5 عشرات، يصبح عندنا 56. الجدول الثالث: نحسب عدد الوحدات، لا يوجد، 0، نكتب 0. نحسب عدد العشرات، أعمدة العشرات 1 2 3 4، إذن يصبح لدينا 4 عشرات. نعيد قراءة الجدول: 4 وحدات، 3 عشرات، 34، 6 وحدات، 5 عشرات، 56، 0 وحدات، 4 عشرات، 40. التمرين الثاني: أكمل الحساب، 36 زائد 13، 36 زائد 13. نحسب الوحدات مع الوحدات، 6 زائد 3، 6 في الرأس و3، إذن تصبح 7 8 9، 9 وعشر. العشرات مع العشرات، 3 زائد 1 تصبح 4، إذن 36 زائد 13 تساوي 49. الحساب الثاني: 25 زائد 10، الوحدات مع الوحدات، 5 زائد 0 تساوي 5، أحسنتم. 2 زائد 1، العشرات مع العشرات، 2 زائد 1 تساوي 3. الحساب الثالث: 12 زائد 45، نحسب الوحدات مع الوحدات، 2 زائد 5 تصبح 2 زائد، نرسم 5، 6 7، 2 3 4 5 6 7 تصبح لدينا 7. 1 زائد 4، العشرات مع العشرات، نحسب إذن 1 زائد 4، 1 2 3 4 5، تصبح لدينا 57. نعيد قراءة التمرين للتركيز: 36 زائد 13، 6 زائد 3 تساوي 9، 3 زائد 1 تساوي 4، إذا 49. 25 زائد 10، 5 زائد 0، 5 تساوي 5، 2 زائد 1 تساوي 3، 12 زائد 45، 2 زائد 5 تساوي 7، 1 زائد 4 تساوي 5. التمرين الثالث: أكمل ملء الشريط العددي، لدينا العدد 65 و68، نتبع اتجاه السهم، إذا نبدأ 65 قبلها، جيد، 64، 64 يليها 65، بعد 65 يليها 66، أحسنتم، 66 يليه، أحسنتم، جيد، 67، 68 يليها، أحسنتم، 69. إذا نعيد قراءة التمرين كذلك للتركيز: 64، 65، 66، 67، 68، 69. التمرين الرابع: أربط بين كل مجسم واسمه.
أربط بين كل مجسم واسمه. لدينا ثلاث مجسمات وثلاث أسماء. هناك مكعب، كرة، أسطوانة. مكعب، أين شكل المكعب؟ أحسنتم، مكعب. أحسنتم. هناك كلمة كرة، أين شكل الكرة؟ أحسنتم، شكل الكرة. نربطها مع شكل الكرة. الكلمة الثالثة أسطوانة، جيد، نربطها مع الأسطوانة. إذن لدينا مكعب، كرة، أسطوانة. وننصح تلاميذنا الأولى بإعادة قراءة كل التمارين بدقة للتركيز. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، والسلام عليكم.